هاي أنا فاطمة، رح نحضر سوا ترويقة أمريكانية كتير طيبة وسريعة واللي بيحبوها الأولاد والكبار، وهي البانكيكس. البانكيكس عبارة عن عجينة مقلية بشوية زبدة أو شوية زيت وكتير طيبة، وبتتاكل على أنواع، بتتاكل مع الأنواع من المربى، العسل، الميبل سيرب وحتى شوكولاتة الدهن، وممكن كمان تاكلوها مع الفواكه والكريمة الطازة، شي روعة. لأول شي لنحضر البانكيكس بدنا نخلط مكونات الجافة: الطحين، البيكنج باودر، سكر، ونخلطهم ومنخفق بشوكة، بيضتين، ومنضيفهم على المزيج. منحط زبدة مذوبة وحليب ومنحرك لحتى يتجانسوا مع بعض. بعد ما يكونوا جانسوا المكونات مع بعضهم صار فينا نقليهم. بدنا نحمم قلاية على النار وندوب مقدار معلقة صغيرة من الزبدة. إذا ما بدكم تستعملوا الزبدة فيكم تستعملوا زيت. ونسكب حوالي نص كف كير من المزيج. بس تيبلش يبين مثل البابلز او الفقاقيع الصغار صار فيكم تقلبوها على الجهة التانية ومنحطها على صحن التقديم. بعد ما نكون قليناهم صار فينا نزينهم. هعمل وحدة قدامكم بشوكولاتة الدهن، واكيد اذا بتحبوا فيكم تحطوا عسل او الميبل سيرب وحيلا نوع من المربى، ومثل ما قلت لكم فيكم كمان تستعملوا فواكه طازة. وهيك صاروا جاهزين. ألف صحة.